يعني حديث ما زال موجود هذا الحديث هو انه الان القوى السياسيه وبالذات القوى التقليديه التي تعودت على السلطه تريد باي وسيله من الوسائل تحصل نتائج. البعض يتحدث عن عمليه تهكير للنتائج اثناء عمليه الناقل او في مراحل معينه من الانتخابات. هل فعلا هنالك الان امكانيه لفعل مثل هذا الشيء ام لا؟ سيد مغون سيد مغون امانه وسي يعني سينصاعون الى القوانين وهذه هي فلسفه الاداره التكنولوجية لما تجي تدير لك موضوع ما عندك شخص تتكلم وياه وتشرح له مبرراتك حتى يقول لك صحيح انا راح اجاملك وتعبر لا استاذ هو سيستم يس اور نو ما عندك اياه فلما يجي انت حضرتك بكره تروح للبنك تريد تسحب فلوس وقالوا لك السيستم واقف شو تقول له؟ تقول له الخاطر انطيني فلوس لا سيستم واقف فعملية السيستم من تجي تبني بطريقة محوكمة صحيحة بحد ذاته هو هذا الفايروال هذا الحاجز الناري اللي ما يخليك تعبر على الخطوة وراها فلذلك بكل أمانة التكنولوجيا هي التي تطوع بكل كل القرارات الإدارية للدولة باتجاه الحوكمة والحكم الرشيد لذلك ليس لهم مكان ثق بالله يا دكتور نجم سي... ليس... وسيصدمون سيصطدمون حقيقه بالواقع وسينتد... وسيندمون على عدم حساباتهم الموضوع بطريقه صحيحه وحتى بكل امانه الكتل التي اشتغلت على هذا الموضوع بقوه ستتفاجئ بانه اكو امور هي اعلى مما هي تتوقع على سبيل، لما يقول انا اشتغل على 10,000 صوت على 15,000 صوت لان بدوا فرضيتهم بانه المشاركه 20% 30% في احسن احوالها والرقم الان اللي يثلج الصدر اللي انا اسمعه من 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 الدكتور حقيقه وللأسف يعني للامانه ولل ولل الأربعة أيام الفاتت يمكن الدكتور لو يشوف الناس اللي تتوافد على مراكز البيانات كيف تطولنا بس هويتنا القديمة مو صحيح أو لنا إياها أو ما يشعر بأنه أكو توجه حقيقة حاد وأكو في العملية نفسها الموظف نفسه أنا كشفت عنده أثيكس أخلاقيات المهنة وهذا اللي هسه جاوبني حضرت عليه ضمنا بأنه استجبنا طواقم جديدة وعلى رأسها أوكي أساتذة جامعات ومدرسين وغيرهم واهم من هذا كله قال من فيهم اصحاب الوطنيه واصحاب الوطنيه بالعراق يا سيد العزيز نعم. وخلي يسمع جمهورك ترى هم الفئه الغالبه هم ال80% ال85% اصحاب الفئه والتفكير الفاسد سوف لن يتجاوزون لا بالوضع الحالي ولا مستقبلي ولا ولا <applause> اللي فات اكثر من 7 8% ولكن للاسف عندهم عندهم قوه قرار وهذا باذن الله من صناديق الاختراع سوف يضمحلون طيب